وللحديث عن استمرار قصف النظام السوري على مناطق خفض التصعيد ودلالاته بعد أيام على البيان الختامي لمؤتمر أستانا، معنا من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. أهلا بك معنا أستاذ باسل. أهلا بك أستاذ باسل. يعني بعد مقتل وإصابة أطفال بقصف لقوات النظام استهدف قرى بريف حماة الغربي، ما الذي يحققه النظام من قصفه هذه المناطق غير القتل والتدمير؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. النظام الحقيقة وحلفاء الروس والإيرانيين حريصين في يعني باستمرار على إظهار نوع من السيطرة أو الهيمنة وإشعار الموجودين في المناطق المحررة بأن الأمور ليست في حالة استقرار، وبالتالي هم يعطلون دورة الحياة في هذه المناطق، بمعنى أنه لا يمكن القيام بأي استثمارات، لا يمكن إنشاء مؤسسات راسخة، لا يمكن إعادة عجلة الحياة بشكلها الطبيعي إلى مختلف هذه المناطق نتيجة القصف المتقطع أو المستمر من وقت لآخر في عدد يعني من هذه المناطق. التبعات الأخرى أيضا هي استمرار الأزمات الإنسانية، أزمة النزوح، أزمة اللجوء، أزمة المخيمات وغيرها من الأزمات الإنسانية المترتبة على استمرار القصف وعدم استطاعة الناس للعودة آمنين إلى منازلهم أو بلدانهم وقراهم. هذا أيضا له انعكاس معين ويلقي بظلاله على الدول المناوئة للنظام، يعني هو يلقي بظلاله على الدول الإقليم المجاورة للنظام، ويلقي في سوريا، ويلقي بظلاله أيضا على تركيا وغيرها، وبالتالي يدفع هذه الدول للبحث عن حل مشترك مع الروس. الروس يستخدمون هذا الأمر كورقة للضغط على هذه الدول لكي توافق أو تقدم تنازلات في الملف السوري أو فيما يخص الملف السوري ضمن اتفاقات التي تحاول روسيا عقدها. وهذا ولاحظنا بالفترة الأخيرة كيف أن النظام استخدم هذه الورقة ليطلب من هذه الدول إعادة النظام إلى الجامعة العربية والانفتاح عليه اقتصاديا في مقابل أن يخفف من وقفة الملف الإنساني على هذه الدول. نعم، ولكن سيد باسل، يعني من المفترض أن يكون هناك اتفاق لخفض التصعيد وهناك دول ضامنة، أين هذه الدول ولا سيما يعني روسيا؟ لماذا لا تتدخل لإيقاف هذه الخروقات التي تنذر بأزمة نزوح جديدة كما ذكرت تضاف إلى الأزمة الكبيرة؟ هلا بالنسبة ل يعني مصطلح أو الدول الضامنة هو مصطلح يعني إلى حد كبير غير دقيق من حيث الاستخدام، لأن يعني الدول الضامنة هي نفسها على الأقل دولتان منها اللي هي روسيا وإيران، هي نفسها الدول التي تقوم بالهجمات في أكثر الأحيان. وبالتالي فعليا الدولة الضامنة أو التي يمكن يشار إليها كدولة ضامنة الوحيدة هي دولة تركيا. بالنسبة للأتراك لا يبدو أن تركيا قادرة على فرض يعني بمعنى إلزام هذه الدول وإلزام الأطراف بوقف إطلاق النار، ولكن استطاعت خلال الفترة الماضية فقط التخفيف من وقت هذه الهجومات ومنسعتها ومن حجم التبعات المترتبة عليها، لكن يبدو واضحا أن تركيا غير قادرة على إلزام هذه الأطراف بوقف كامل وحقيقي لإطلاق النار، وبالتالي تركيا تلقي عاتق الأمر أيضا على جهات دولية أكبر مثل الأمم المتحدة وغيرها، وهذه الجهات أو الدول أيضا بدورها إلى الآن لا تسلك مسلكا جديا في هذا الأمر. يعني هناك حجة أو شماعة يتم وضعها دائما يعني تبرير قصف هذه المناطق وهي هيئة تحرير الشام. السؤال هنا إلى متى يعني تستمر روسيا والنظام بوضع هذه الشماعة كسبب للقصف؟ هل تتوقع أن يستمر هذا الوضع؟ يعني هو صح هذا الأمر يستخدم، لكن حتى المناطق التي ليست ضمن سلطة ولا دائرة هيئة تحرير الشام تتعرض للقصف أحيانا. يعني المجزرة التي حصلت في عفرين في مستشفى عفرين قبل حوالي 3 أسابيع، منطقة عفرين لا يوجد فيها أي تواجد لهيئة تحرير الشام أو الجهات المرتبطة بها، ومع ذلك تعرضت لقصف صاروخي على المستشفى وقتل أطباء وأطفال ومرضى وجرحى وما إلى ذلك. وبالتالي الموضوع ليس موضوع هيئة تحرير الشام بقدر ما كما ذكرنا قبل قليل أنه هناك طرف اللي هو الطرف المتحالف مع النظام يريد لا يريد لهذه المنطقة أن تستقر، ولا يريد للوضع السوري أن يذهب باتجاهات الحل السياسي، ويريده أن يبقى ورقة أو حالة قلقة ويستخدمه كورقة للضغط على الدول الأخرى. نعم، إذا كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار، شكرا جزيلا لك.